لا يا جماعة، بصراحة الموضوع صعب جدا على الحكومة. ان اليوم ده اليوم الرابع هوت على التوالي ما متواجدة في الشوارع الشارقة. بس صراحة يعني انصافا للحق، الموضوع أكبر مما نتخيل. يعني أنا طلعت دلوقتي مثلا أتمشى في الشارع أشوف المية فين، الدنيا ممكن تكون يعني الدنيا هادية لحد فين. بس للأسف يعني الشارع للأسف طبعا لما بيعدي أي عربية كبيرة أو أي حاجة بيحصل موج في المية، فبتلاقي العربيات كلها بتخبط في بعضها. ودي عربيات هتلاقوها مثلا واقفة في نص الطريق. أنا ماشي براحتي خالص عشان بس شايفين السيارات واقفة في نص الطريق. السيارة البيضاء اللي هناك دي بتاعت واحد من اخواتنا المصريين، ربنا يعوضه خير طبعا عنها. دي عربية من عربيات البلدية. الموضوع صعب الصراحة. اتوبيسات زي ما انتم شايفين برضو نتيجة للمطر. خسائر كتير والله، ربنا يعوض كل من تعرض للأذى والضرر. كله طبعا بإذن الله. شايفين المية، شايفين المية وصل لحد فين. الأتوبيس والعربيات، كل العربيات اللي واقفة دي كده واقفة بعطل. دي العربية بتاع الأخ المصري، ربنا يعوضه خير. ودي عربيتين في الأول خالص هناك، دول عربيتين بي ام دبليو. فلوس ضاعت على الأرض والله. يلا صباحكم زي الفل.